يا رب اسأل عليك بشيء، والله أنا بشيء يا رب. كل العالم عم بيتمسخر علي، حتى أخي بيتمسخر علي بيقول لي أنت بشيء. يا رب أنا بدي أنزل ألعب بالشارع، بس رفقاتي بالشارع بيضحكوا علي، بيتمسخروا علي. يا رب. يلا جاية. يلا يا محمد. نعم ماما. يلا ماما بديك تنزل تجيب لي شوية غراض من الدكان. لا ليكي وشي. وإذا يا ماما؟ كل العالم بيتمسخروا علي. لا يا حبيبي أنت حلو وهيدي خلقة الله والحمد لله، ما ترضى على حدا، أنت كتير حلو. لا مني حبيب انزل. لا الله يرضى عليك يا ماما، لا انزل، واللي بيقول لك شيء قل له هي خلقة رب العالمين وما ترد عليه يا ماما. ماشي حبيبي؟ ايه. يلا انزل، انزل جيب لي الغلط وطلع. تبع حالك يا ماما. جيتي يا ماما؟ جبت لي الغلط؟ ايه. يا الله يرضى عليك. بس في بنت تحت اتمسخرت علي. ليش يا ماما؟ قلت لي ابشر. لا يا ماما الا هي خلقت رب العالمين، هيك الله خلقني، شو بدي اعمل؟ ما هيك؟ بيقولوا الحمد لله، لازم تعلمها يا ماما انه ما تحكي. ما بدي اياك تزعل. ما تبكي. خلص يلا، يلا قوم قوم مسح دموعك وما ترد علي على حدا، وهلا بتلعب مع اخوك، ايه ماما؟ شو بدك تلعب معك؟ روح من هون انت بشيء، انا اخوك فيني العب معك، روح من هون انت بس بتخاف منا. والله يا اخي هيدي خليلة الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.